هاشتاغ لمطاردة معذب كلب. طالب مغردون أمس الجهات المتخصصة بالقبض على الشخص ربط كلبا بسيارته وسحبه على الإسفلت بغية تعذيبه، ونشط هاشتاغ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان هاشتاغ المطالبة بالقبض على معذب الكلب، حيث عبر فيه المغردون عن استيائهم الشديد نظير ما أقدم عليه هذا الشخص، ومطالبين بالقبض عليه ومعاقبته.